أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج أعلى سلطة. منذ عشرات السنوات كان موضوع المياه والصراع المائي بين الاحتلال الإسرائيلي وبيننا كفلسطينيين أحد أهم الموضوعات التي تم العمل عليها ويتم وحول هذا الموضوع. نتحدث في هذه الحلقة للحديث عن الاتفاقيات التي أبرمها الاحتلال الإسرائيلي، نتحدث عن القوانين والقرارات، نتحدث عن تجاهل الاحتلال الإسرائيلي للقرارات الدولية فيما يرتبط بمحاولة حل هذه الإشكالية. حول هذا الموضوع يسعدني أن أرحب بضيفي في الاستوديو الأستاذ الدكتور يوسف أبو مايلي، أستاذ علوم المياه والبيئة في جامعة الأزهر. أهلا بك. أهلا بك. يعني دكتور يوسف، الصراع على المياه هو صراع لا يرتبط بشعب معين ومكان معين منذ بدء الخليقة، وهو صراع أساسي. قبل أن يكون هناك شيء اسمه دولة احتلال إسرائيلي كان هناك مخططات صهيونية للسيطرة على مصادر المياه في الأراضي الفلسطينية، ومع الهجرة اليهودية إلى الأراضي الفلسطينية تم تطبيق والتجمع حول مصادر المياه ومنابعها، وبناء عليه يعني حددت المناطق التي سوف يتم السيطرة عليها. الآن نتحدث عن هذا الموضوع. بداية دعنا يعني نسلط الضوء على أهم الإشكاليات التي ترتبط بالصراع المائي الإسرائيلي الفلسطيني. بداية أنا بشكركم على هذا اللقاء، وهذا الموضوع من المواضيع الحقيقة الهامة والحساسة جدا. إذا كنا نتكلم عن موضوع الحقوق المائية الفلسطينية، نعطي فكرة بداية. فلسطين غنية بالمياه جدا. نعم. بتكلم عن فلسطين التاريخية، وبالتالي إسرائيل أيضا تعتبر من الدول الغنية مائيا. إنما نتحدث عن الأراضي المحتلة في الضفة الغربية وقطاع غزة، الحقيقة أنها من المناطق التي تعاني من عجزا مائيا كبيرا. أيضا تعاني من مشكلة في المياه على الصعيدين، الصعيد الكمي والصعيد النوعي، وهذا بدأ منذ الاحتلال بشكل كبير جدا، لأن الاحتلال كان احتلالا للأرض وثم أيضا احتلالا لمصادر المياه. بداية خلينا نتكلم عن الحقوق المائية، وأوضح نقطة مهمة. أنه الجمعية العامة للأمم المتحدة في 28 يوليو عام 2010 أعلنت أن الحق في المياه النظيفة هو حق من حقوق الإنسان. فعندما يطالب الشعب الفلسطيني بحقوقه المائية فإنما هذا يتماشى مع القانون الدولي ويتماشى مع الحقوق المعلنة لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة. صحيح. ويعتبر هذا أمراً طبيعي. النقطة الثانية، هذا بالنسبة للشعب الفلسطيني الحقيقة لم يحقق حتى الآن أي تقدم في هذا الإطار. نعم. منذ عام 67 وحتى الوقت الحاضر، سواء في الضفة الغربية فلا زالت تعاني من أزمة مائية كما ونوعا وبدرجة معينة تختلف من مناطق إلى من منطقة إلى أخرى، كما تأثر أيضا الاقتصاد الفلسطيني بشكل كبير جدا، وبرضه بعض القطاعات الأخرى الصناعية في الضفة الغربية. نعم. كذلك الأمر بالنسبة لقطاع غزة، قطاع غزة أيضا يعاني عجزا مائيا منذ سنوات، تصاعد هذا العجز المائي حتى وصل إلى ذروته في الوقت الحاضر في عام 2019. أما في عام 2020 فبناء على تقرير الأمم المتحدة فأن غزة غير قابلة للحياة. صحيح. يعني هذا التقرير الذي منذ سنوات نتحدث عنه في قطاع غزة، يعني هناك تقارير دكتور يوسف، هناك متابعة دولية، هناك قرارات واضحة، وهناك سرقة واضحة للمياه الفلسطينية، لماذا لا يتحرك المجتمع الدولي؟ خلينا نبدأ من تحرك المجتمع الدولي في صيغة في اللي هو عملية السلام وأوسلو وما تبع ذلك من اللي هي محادثات أخذت جانبين. نعم. الجانب الأول هو الجانب المتعدد الأطراف، محادثات متعددة الأطراف في عملية السلام. صحيح. وكانت هذه بجهدا دوليا كبيرا. أيضا المحادثات الثنائية، ووزعت الملفات على هذه المالتين المجموعتين، وكانت المياه إحدى الملفات في ضمن المحادثات متعددة الأطراف، وقد استمرت فترة
خمس سنوات متواصلة تقريبا، وجهد كبير جدا ولقاءات وتحضير لهذا الموضوع، إلا أننا لم ننجح بأن نحقق أي تقدم في هذه المحادثات في الملف المائي، وإسرائيل أصرت على أن يحول ملف المياه إلى المحادثات النهائية. نعم، يعني هنا هل تتوقع بأنه إسرائيل تصر على التعامل مع قضية المياه باعتباره قضية من قضايا الصراع، حل الصراع بشكل نهائي، لأنه لديها مخططات تحاول أن تفرضها ويعني تسيطر عليها على أرض الواقع، أم أنه هناك يعني رغبة بكسب الوقت يعني إدارة الصراع ربما بشكل آخر؟ أولا شوفي، الأرض والمياه هناك ترابط بينهم. صحيح. وحرص الاحتلال عن أن يسيطر على موارد المياه سواء في الضفة الغربية أو غزة، هذا يعني أنه في حاجة إلى هذه المصادر. بدليل تحدثت عن المجتمع الدولي والقانون الدولي، هناك أبسط الأمور في القانون الدولي. نعم. أنه نحن نشترك مع، سلمنا الاحتلال موجود في الضفة وغزة، ولكن نفترض أننا سنتعامل وفقا للقانون الدولي في ظل الاحتلال. في شيء يعني علميا نقول أو نعبر عنه بالمياه المشتركة. المياه المشتركة بين إسرائيل والفلسطينيين ضمن الحدود، حدود الضفة وحدود غزة. المياه المشتركة هي تعني المياه السطحية المشتركة، إذا كان مجرى مائي يمر من منطقة إلى أخرى، مجرى مائي يمر من داخل إسرائيل إلى الضفة الغربية. نعم. من داخل إسرائيل أو الأراضي الإسرائيلية إلى قطاع غزة، فهذه تعتبر مياه مشتركة وفقا للقانون الدولي والعرف الدولي في العالم كله. يجب أن يتم تقاسم هذه المياه على أسس، لماذا تستخدم هذه المياه، ماهية استخدامها، ماهية نوعيتها، وبالتالي على الطرف اللي عنده المنبع أنه يتساوى أو يعطي الطرف الآخر نصيبه من المياه. هذا يحدث تماما. بالنسبة للضفة الغربية هناك ثلاث أحواض مائية جوفية كبيرة جدا، الحوض الغربي وهو الأهم، الحوض الشمالي الشرقي والحوض الشرقي. أهم حوض هو الحوض الغربي. الحوض الغربي هو يأتي مناصفة على المنطقة الحدية بين الضفة الغربية وإسرائيل، ولكن للأسف لم نستطيع أيضا أن نأخذ أو نحصل على حقوقنا المائية من هذا الحوض. أيضا الحوض الشمالي الشرقي كذلك، هناك أيضا نفس الشيء، نفس الوضع الجيولوجي أو الهيدرولوجي. نعم. وبالتالي الحقيقة إسرائيل ليست من السهل أن تمنح الفلسطينيين حقوقهم المائية، ولكن هذا الأمر يعتبر مخالف للقانون الدولي، ولا توجد أي قوة حاليا تستطيع أن تغير هذا الواقع. بدليل أن غزة وصلت الأزمة المائية فيها إلى حد لا يطاق، ويعلم الجميع. صحيح. أن قطاع غزة تعتمد على المياه المالحة، والمياه المالحة هي نتيجة لانخفاض منسوب الآبار وإغلاق الكثير منها وتقدم ماء البحر إلى ما يقرب من حوالي 6 كيلومتر في اليابس. صحيح. يعني دكتور سوف نتحدث أكثر عن وبشكل تفصيلي ربما عن واقع قطاع غزة، لكن بداية دعنا نتحدث عن أهم وأخطر المشاريع التي أنشأتها إسرائيل للسيطرة على المياه في الأراضي الفلسطينية. المشاريع كثيرة، أبرزها الاستيطان. نعم. الاستيطان معناه، الاستيطان هو استيطان معناه أنه يستغل كمية كبيرة للسكان، ويستغل كذلك كمية مياه كبيرة جدا للزراعة. نعم. كذلك هم كمية المياه اللي بيتم سحبها واستغلالها من الحوض الغربي هي تؤول إلى الشركة الرئيسية في إسرائيل. هم يستغلوها، وبالتالي يستغلوها ملكا لهم طبيعيا، يتصرفوا طبيعيا، وهي جزء لا يتجزأ من موارد المياه في إسرائيل. ومعروف أنه في إسرائيل هناك ناقل للمياه الوطني. نعم. طبعا هو بتقوده اللي هي أكبر شركة مائية هناك، وهي شركة مكروت، وينقل المياه من الشمال إلى الجنوب، ولكنه يتغذى في الطريق من مجموعة من الأبار. هذه الأبار هي أبار مياه فلسطينية. نعم. جزء كبير منها. فاستغلال المياه هذا هو استغلال كامل لصالح الطرف دون الطرف الآخر. نعم. وبالتالي العدل والعقل والقانون يقول غير ذلك، لكن كيف نطبق القانون؟ صحيح.
يعني دكتور ومشاهدينا، دعونا نتابع هذا التقرير مع الزميلة سالية السكني حول واقع المياه في الأراضي الفلسطينية وأهم التدخلات الإسرائيلية، ثم نستكمل. تعد قضية المياه جزءا من قضايا الصراع القديم الحديث، فقد كان الحل والترحال بحثا عن المصادر المائية، ومع ظهور الدولة القومية وما واكبها من صراعات على الحدود السياسية والموارد الطبيعية، برزت إلى السطح عدة إشكالات، حيث أخذت هذه المشكلة أبعادا إقليمية ودولية في ضوء تحذير الخبراء والباحثين من تفاقمها وتهديد الكثير من السياسيين بإشعال حرب في المنطقة إذا مست الحقوق المائية لبلادهم. بدأ هذا الاهتمام اليهودي بقضية المياه في فلسطين في الربع الأخير من القرن التاسع عشر، ولم تفوت الحركة الصهيونية فرصة واحدة إلا واستغلتها لوضع المقترحات والخطط الرامية للسيطرة على موارد فلسطين المائية، حيث أعلنت الحركة الصهيونية حينها أن مستقبل فلسطين بأكمله بين يدي الدولة التي تستطيع بسط سيطرتها على نهري الليطان واليرموك ومنابع الأردن. وقد اندفعت إسرائيل بعد قيامها إلى الإعداد لتنفيذ مشاريع لاستثمار الثروة المائية بسرعة لافتة، وتهيئة الأراضي والمستعمرات لاستقبال الملايين الذين كانت تخطط لتهجيرهم إليها. أبرز هذه المشاريع تمثلت في مشاريع الجليل وطبرية ومشاريع العوجة النقب. وقد حفل القانون الدولي بالعديد من الاتفاقات والقرارات والمواقف التي تناولت المياه الفلسطينية ودور إسرائيل في نهبها وانتزاع ملكيتها ومخالفتها بذلك المواثيق الدولية، وعلى الرغم من الحماية القانونية المتاحة للموارد المائية للفلسطينيين وازدياد الإعراب عن القلق من الممارسات الإسرائيلية، إلا أن المجتمع الدولي لم يجد إلى الآن التدابير المناسبة لحمايتها، لتبقى أعراف وقواعد القانون الدولي معطلة بشأن الحقوق الوطنية الفلسطينية فيما يخص الموارد المائية. لبرنامج أعلى سلطة، سالي السكني. إذن عدنا مجددا مشاهدينا الكرام بعد متابعة هذا التقرير، نشكر الزميلة سالي السكني. يعني دكتور يوسف، للاحتلال الإسرائيلي أثار يعني سيئة جدا على واقع المياه، كما نتحدث منذ بداية هذه الحلقة نتحدث عن واقع كما أيضا تابعنا في التقرير فيه مصادرة، فيه استهلاك لكمية كبيرة من المياه، فيه تناقص للمياه بالإضافة إلى التلوث. دعنا نتحدث عن هذه التفصيليات. إسرائيل أولا تبيع المياه إلى السكان في الضفة الغربية أو لشركة المياه في الضفة الغربية بسعر معين، هو نفس السعر الذي يشتري به المستوطنون، لا يوجد فرق في السعر بينهم، وتبيع لهم بكمية معينة، كما أنها تبيع غزة أيضا كمية بسيطة جدا وهي ما يقرب من 5 مليون متر مكعب. في عام 2014 بعد الحرب التي حدثت وتم تدمير البنية التحتية للمياه في قطاع غزة، زودت كمية المياه المباعة إلى غزة بكمان حوالي 4.5 مليون متر مكعب، فأصبح حوالي ما يقرب من 9.5 مليون متر مكعب كان في عام 2014. لكن لم نستفد منها بشكل كبير جدا. بمعنى عندما أتحدث عن المياه الشرب في غزة، وهي تعتبر مسألة حقيقة جدا حيوية لها أبعاد صحية كبيرة جدا، صحيح، ودعني أركز هنا على نقطة، أنه أصبحت المستشفيات تعاني من كثرة الحالات المرضية المرتبطة بتلوث المياه، وعلى رأسها أمراض الكلى والفشل الكلوي، صحيح. في المنطقة الشمالية هناك أعداد مهولة جدا في مستشفيات غزة، في مستشفيات الشمال عدد كبير جدا من السكان في غزة يعانون من هذه الأمراض، وهذه أمراض ناتجة فعلا عن مياه
المياه المالحة التي يتناولها السكان. ما السبب؟ السبب دكتور. السبب التلوث. السبب التلوث، السبب تقدم مياه البحر، السبب مجاري الصرف الصحي، أحواض الصرف الصحي التي تتسرب إلى الخزان الجوفي، السبب عدم وجود محطات معالجة، السبب عدم وجود كفاءة كبيرة في الشبكات الموجودة، السبب عدم الإنشاء والمحطة المركزية شرق مدينة رفح. نعم، أسباب كثيرة تتعلق بالبنية التحتية. وأنا هنا بدي أركز كمان على نقطة مهمة جدا، الكهرباء، الطاقة. إحنا بنحتاج إلى حوالي 560 ميجا وات في السنة عشان نقدر نغطي احتياجاتنا. إحنا اللي عندنا كمية بسيطة جدا وغير مستمرة ومتقطعة، لذلك كل البنية التحتية لدينا تعاني من هذا الموضوع. أنا أتحدث عن البنية التحتية المتعلقة بالمياه ومياه الصرف الصحي، لأنها في العرف العلمي مياه الصرف الصحي هي عبارة عن مياه يعاد استخدامها لأغراض الزراعة، وهذا معروف عالميا. لا، إذا تركناها بدون معالجة أين ستذهب؟ إما إلى البحر وتلوته، وهذا ما حصل في غزة من الشمال إلى الجنوب، و70% من ساحل غزة ملوث، أو سنعود إلى تتعود هذه المياه إلى الخزان الجوفي وتلوث أيضا الماء الجوفي. يبقى في كلا الحالتين نحن في خسارة وتراجع. إحنا فقط أبسط شيء ممكن نتحدث عنه، إحنا عايزين مشروع لتجميع مياه الأمطار الساقطة في فصل الشتاء، وبعد شهر إن شاء الله حيحل موسم الشتاء. صحيح. وبالتالي ستسقط الأمطار. والتنبؤ المناخي لهذا الموسم أنه موسم مطر شديد وجيد، لكن السؤال هل ما هو الاستعداد الذي يتم على أرض الواقع لتجميع مياه الأمطار والاستفادة منها وتخزينها في الخزان الجوفي؟ نعم. وعدم الذهاب بها إلى محطات الصرف الصحي ثم إلى البحر. تحدثت أنت دكتور قبل قليل عن موضوع تلوث الذي تتسبب فيه إسرائيل أيضا المياه الجوفية بشكل عام، ونتابع بأنه في كل موسم مطري عادة عندما يكون هناك كمية كبيرة من الأمطار التي تهطل تفتح إسرائيل بعض السدود، ما يعني يأتي بالمياه إلى قطاع غزة وتغرق بعض المناطق. أحيانا عندما تكون كمية الأمطار الساقطة كثيرة جدا خصوصا في منطقة النقب. نعم. لأنه هو الحوض، هو الحوض العلوي أو الرئيسي الذي يغذي وادي غزة، هو موجود في هذه المنطقة لأنه يبدأ من جبال الخليل ويصل إلى طبعا بشكل انسياب طبيعي حسب الانحدار إلى قطاع غزة. مجموعة من الأودية تتجمع فيها المياه بشكل كبير جدا أحيانا، وبالتالي تحدث هذه الأمور في بعض المواسم، خلينا نقول عنها الصعبة أو الشديدة أو الشاذة. نعم. هذه لا شك أنها بتحمل ملوثات، ولا شك أنها حدثت عدة مرات، ولا شك أنها لوثت ماء البحر، ولكن هذا فضل من الله أن ماء البحر يتجدد متجدد. وبالتالي صحيح. تعود إلى طبيعتها بعد فترة من الزمن. ماذا عن واقع الضفة الغربية؟ في الواقع قد تستغربي أن واقع الضفة الغربية أسوأ بكثير من غزة. نعم. وخصوصا على المستوى الكمي. لا أتحدث هنا عن المستوى النوعي بشكل رئيسي. الحوض الغربي في الضفة الغربية مياهه عذبة جدا وقوية جدا، لكن كمية المياه اللي بياخدوها من الضفة الغربية من هذا الحوض محدودة جدا. مصلحة المياه طبعا تخضع للإدارة المدنية بحكم العرف الإداري اللي هناك. ما فيش حرية في حفر آبار في الضفة الغربية. نعم. عدد الآبار محدود، هناك ترخيص لكل بير، هناك تحديد لقديش كمية المياه التي تأخذ من كل منطقة أو من كل بير. في مخالفات قوية جدا شديدة جدا، في حرمان من المياه أحيانا كعقاب إذا صار تجاوز للكميات المحدودة. أكثر الأحواض في الضفة الغربية اللي هو الحوض الغربي، لكن الحوض الشمال الغربي مياهه أيضا جيدة وذات نوعية ممتازة جدا، ولكنه كميته أقل من اللي هي كمية المياه في الحوض الغربي. الحوض الشرقي هو قريب من منطقة البحر الميت في شرق القدس، وهذه المنطقة الممتدة على امتداد البحر الميت، حوض البحر الميت، نسبيا مياهه مالحة وهو أقل
صلاحيته تعتبر أقل من الأحواض اللي هو الأخرى في الضفة الغربية. كمية المياه التي يتم استخراجها من الأحواض الثلاثة في الواقع لا تعتبر كمية كبيرة، ولكنها الحقيقة تصل إلى حوالي 780 مليون متر مكعب في السنة. كمية هذه طبعا لا تكفي احتياجات السكان والاحتياجات الزراعية في الضفة الغربية. نحن نتكلم عن أكثر من 3.5 مليون تقريبا عدد سكان الضفة الغربية حاليا، واحتياجات الشرب واحتياجات الزراعة واحتياجات الصناعة، هذه تعتبر احتياجات كثيرة جدا، وبالتالي الأزمة واقعة. طب إذا أردنا أن يعني نعقد مقارنة ما بين الاستهلاك الفلسطيني لهذه المياه والاستهلاك الإسرائيلي، لا توجد، كيف قد تبدو هذه المقارنة؟ بحصة الفرد. حصة الفرد. نعم. حصة الفرد في الضفة الغربية لا تساوي 1/10 من حصة الفرد في إسرائيل. نعم. وبالتالي هذا هو المعيار. المعيار أن المزارعين أيضا يعانون معاناة شديدة جدا، وهذا أثر على الاقتصاد الفلسطيني أيضا. وبالتالي تعتبر يعني حصة المياه الحقيقة لا يعني لا تتناسب إطلاقا مع اللي هو حياة السكان، حياة طبيعية للسكان. نعم. وبالتالي الحقيقة سكان الضفة الغربية لديهم أيضا وسائل، ويعني وسائل خلينا نقول عربية تقليدية فلسطينية، بيجمعوا مياه الأمطار قدر ما يستطيعوا، بيخزنوا مياه للأسطح المنازل تحت البيوت في خزانات خاصة. نعم. بيحاولوا أن يتعاملوا مع الأزمة بشكل أو بآخر حتى يتجاوزوا هذه الأزمة. في فصل الصيف تحديدا بيخزنوا المياه في فصل الشتاء وبيحاولوا يستغلوها بقدر الإمكان، ولكن أيضا المناطق خلينا نقول القروية تعاني من أزمة مياه شديدة جدا أيضا. صحيح. نعم. غالبا لا توجد في بعضها شبكات أو تفتقر إلى شبكات ذات نوعية جيدة، ما فيش مصادر مياه، القانون بيحكمهم بالقوة والعقاب عقاب شديد، والمخالفات أيضا لا ترحم أحد. طيب دعنا نتحدث عن هذا القانون دكتور يوسف، يعني ما أهم القوانين والإجراءات الإسرائيلية التي اتخذت لقمع الفلسطينيين وسلب حقوقهم في الحصول على الكمية الكافية من المياه؟ بالنهاية هي حقنا كفلسطينيين، ويتم فعلا تطبيقها على المواطن الفلسطيني. أولا ممنوع حفر آبار إلا بأخذ ترخيص. ثانيا ممنوع سحب مياه أو أخذ مياه من الآبار إذا كانت موجودة أيضا إلا بقدر معين. نعم. وبالتالي هذا يعتبر في حد ذاته عقاب أو تحجيم لحركة السكان. نعم. ونشاط السكان الاقتصادي ومتطلبات السكان من مياه الشرب أو المياه النظيفة أو من حقهم الشرعي في المياه. صحيح. وهذه تعتبر أنا بسلب المواطن حقه الشرعي في أنه أبسط الأمور المياه والتي هي من صنع الله أمطار. صحيح. وتتحول إلى عيون وينابيع ولا مياه جوفي ولا أنهار ولا أودية، ولكنها مياه أمطار في الأصل. طب يعني دكتور يوسف، الحل إذا أردنا نتحدث عن حلول في النهاية، يعني كفلسطينيين، وأنت أشرت إلى تقرير 2020 المرتبط بواقع قطاع غزة، وتحدثت عن واقع الضفة الغربية والتي يعني لا يقل، نعم، لا يقل خطورة عن واقع قطاع غزة، ما الحل؟ أولا إذا بدنا نحتكم أنا وأنت بشكل عادي ومنطقي وعلمي، الحق أن نأخذ حقوقنا في موردنا المائية. نعم. أولا لأننا نعيش تحت احتلال، القانون الدولي يتحدث عن هذه النقطة، إذا كنت أنا تحت احتلال من حق المحتل أن يمدني بمتطلبات المعيشة، والماء هي أهم هذه المتطلبات، فنحن لا نحصل على هذا الحق. نعم. هذا أولا. ثانيا إسرائيل الآن فكرت في إيجاد حلول حتى توفر المياه المحلى، أما الماء المالح الناتج عن هذه العملية التحلية طبعا وهو بيكون كمية كبيرة. صحيح. سيؤول إلى البحر الميت أو سيذهب إلى البحر الميت، لأن البحر الميت أيضا يشكو ويعاني من انخفاض في منسوبه، حتى لدرجة. صحيح. أننا بدأنا نخشى أن البحر الميت يؤول إلى الجفاف تدريجية سنة بعد أخرى،
ويظهر ذلك جيومورفولوجيا، يظهر ذلك طبيعيا، يظهر ذلك من مظاهر علمية كثيرة جدا أجريت عليها دراسات وبحوث علمية ومعروفة هذا الكلام. نعم. هذا يعتبر من ضمن المشاريع الاستراتيجية. كيف من الممكن أن نحمي أنفسنا كفلسطينيين بتسلحنا بالقانون الدولي؟ هل هناك طريقة؟ للأسف لا. أنا أقولها عن قناعة. لا نظريا أم عمليا؟ لا نظريا ممكن. وحكينا كثير، وأكثر شيء أنه حاولوا ينقذوا أوسلو، حاولوا ينقذوا محادثات متعددة الأطراف، لكن لم يستطع لا القانون ولا الهيئات الدولية ولا أي مجلس من المجالس، مجلس الأمن ولا أي جانب من هذه المؤسسات العالمية أن تستطيع أن تجبر إسرائيل على إعطاء الفلسطينيين حقوقهم المائية. نعم. هذا أنا أشعر أنه صعب جدا. إذن دكتور يوسف، يعني ومشاهدينا الكرام، الندرة، الندرة هي واحدة من المصطلحات الكبيرة التي كانت دائما سبب في أهم وأكبر الصراعات على وجه الخليقة، ونحن هنا في الأراضي الفلسطينية نعاني من الندرة في المياه نتيجة السياسات الإسرائيلية. أشكركم على حسن المتابعة، وأشكر ضيفي في الاستوديو الأستاذ الدكتور يوسف أبو مايلة، أستاذ علوم المياه والبيئة في جامعة الأزهر. كنت معي مشاهدينا الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج أعلى سلطة. نلقاكم في حلقة مقبلة في أمان الله. We'll be right back.